اسألهم العوازل بس. والله لو تسافر الأجمل ديرة وفندقك خايس ما تستانس، تبي ترجع فندق وشيء فندق فخم ريسبشن يا أخي لبيه وسم وش تبي، تدق عليهم يجونك هذا الشيء بسوي إعلان، اهدز في فندق اسأل قبل تشتري، ها فلان أخبار الفندق الثاني؟ ها فلان أخبار الفندق الثاني؟ فلان تجي وتسكن نفس الحمار ذا اللي جاي من الفندق، مع احترامي لهذا مع احترامي يا اخي لا عوازل نفسياتهم شوي تحت، ما جاز لي فندق يا اخي، يا اخي فندق بدون دريشه كم نجم الفندق يا مبارك؟ والله لو انه 6000 نجم 5 الى 4 يذمتك شفاتي يا مبارك لك 10 سنين ها يذمتك يا مبارك، اسالك بالله ويش؟ وش اشرح هو الفندق؟ شوف انا احب هذاك هذاك أحب هذاك لأنه قرب وفلوس لا لا كشرح قلت لك تسوي بس هذاك أقرب عندي إنه أقرب من كل شيء. طيب كم مرة اتصلوا علينا قالوا إزعاج 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 من هم؟ ماريوت ولا مرة أبني بين ولا مرة بارك يعني شكلك ذا كل يوم تذكر دقوا علينا كم مرة دقوا علينا يقول إزعاج إزعاج مرة واحدة مرة واحدة دقوا مرة واحدة تبون فندق يدق عليك الرئيس مش يقول لا سمحت حبيبي قصر صوتك ولا تبون فندق واحد قصير يدق عليك في دار انا عندي يدق عليك في دار انا عندي انا استانست هنا اكسكيوز مي استاذ اللي جنبنا قال لا بس ازعجته ازعجته يدق عليك في دار. طيب ايش رايكم في فندق مكيف صحراوي مكيف صحراوي مكيف ما حاطين عندنا صوت مزعج. تخيل فندق حاطين مكيف ما في مكيف فندقنا احنا مكيف هنا يشتغل بزر. اسمع لا ابقسك على ذلك اذا ما اسكن بكره في فندق فرست كلاس بزنس مان الشنب هذا احلقه زيرو الحين بس عكس يا حيوان يا متسلق يلا عنك وروح انام سبيتني السب هذا كله من الناس حندنك ابو جاسر انا ابوي مش انا سبي وش اللي بالعين فاتح الحين وش من عين ذا الوقت هذا برد كل شيء لا وش استعذرت كل شيء لا في محل شباتي كرك ايه يا زين احد شباتك اي والله يا زين زين قاعد معاه شو اسمه ربيع الله ايه ربيع ربيع ما عيد ليش به ربيع يا حبيبك ربيع ونعطس وتابع بث يلا حركوا يلا كمل الكئيب من يا حيوان يا كلب يا ايمون يا معتو لا يجي يبان يا حمار اسف انا بروح جاي سلام ابي لا لا شبعني منه ها شبعني منه ما غير 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 ما لنا غير والله غير مولانا غير مولانا جرب واحدة والله انه غير لا 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 واحد انا واحد لا ما بفهم. لا لا جرب اذا ما عجبك قطع سم سم يا بسم الله نفس اللي عندها والله ما صح قولها جميل حلوة لوعتي يا بور يا بور السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الله يطول عمرك يلا حية ساك طيب طول عمرك الحال والله بخير ساك طيب والله أبشرك بخير تلعب جولة من أحكام ملعونة والدة والدين شوف انت خبيث ما ترسل الا اعرف ايش نيتك بس والله ما والله نيتك لكن العب طال عمرك من جوله واحده اوكي اخوي بهاج طقم من وين هبسوا عيال عشان اعلمه الخبيث واعلمه الطقم وش ذا
عصير. وينك فيها محمد؟ شقتي واللي فيه. أدري شقتي بس وين يعني؟ الرياض. كيف الرياض؟ والله الرياض حلوة جميلة. الأمه كانت تذبيها والله. كم بسرعة؟ وينك فيه أنت؟ في شقتي. وين شقتك؟ في لندن. لندن؟ أخص من بيش إلى لندن؟ حلو. وش رده هذي؟ لا أو سلسلة من وين؟ الرياض. هو من وين؟ الرياض. لا أنت من أهل الرياض؟ لا من الوادي. من وين؟ جنبك جنبك من الوادي. ما أقدر. من وين من؟ من الوادي. أوف. لا تكفى لا تكفى. من الوادي للرياض. تكفى لا تكفى. أوف. تكفى. من اللي جنبك ذا؟ من اللي جنبك؟ أحب أهل الوادي أنا. حنا نحبهم بس أوف. ونحب أهل. يعني من باب الغاش مرة وشي يعني. طقطقة طقطقة. صحيح. أدبل يا جماعة. أنا من عرار الآن في لندن. الله يوفقكم يا رب العالمين، أتمنى لكم حياة سعيدة. أمين. والله يا والله يا بيشانها أبرك وأطيب. صح. بذري ودبل من لندن. من أهل لندن. صحيح. أهل الحرم. يا أخي كفاية. عود عود عود. أي والله. والجبل الطريدي طعنا. ارجع في ديرك ارجع مالك. بعد برقور ما مش اسمه كوريمان. بيش. من ذا؟ أدبل عيال. كأني قلت شفت ذا اليوم. بالخير. أرحب. مرحب ومسهلا. طيب صبحك الله بالخير. بالنور والسرور يا مرحبتين. انفست على بالرجال. الأحكام أنا أشيلها. أجعلني. يا رجال يا رب ما تعرف بهاج. ها. جعلني أبكيك وجعت. على فكرة تراني أطلب حكم على فكرة يا خوي. أشيل أنا بعد. عطنا يلا. تطلب مبارك؟ لا لا أنت. تذكر؟ وجهي دحين انا ملان رفع رقبتي. يا سبحان الله انا كل اهل يطلبوني احكام ما ادري. اي لانك ما تنفذ. اذا فاز عليك الواحد تصرف تدخل مواضيع وتنحاش. ما تنفذ. ما ادري انا يا اخوان انا ما اذكر والله. نسيت؟ احسك داخل مشحون ما ادري ليش. لا والله اني فاتح بث اسولف اموري طيبه اللهم لك الحمد. ما عندك ضغوطات يعني؟ لا الحمد لله. أنا ما أنصح الشخص اللي إذا عنده ضغوطات ولا شيء يفتح بث. صحيح. ما يصلح. ما يصلح. طيب ليش؟ يمكن يقول كلام يتحسف عليه. يمكن يسوي حركة يتحسف منها. يمكن يزل ويندم ممكن يعني تصير. والله العظيم يا أخي تراك محاسب على كل كلمة تقولها، تراك محاسب على كل لفظ تقوله، على كل حركة. يا أخي ترى اليوتيوب ما يعرف. والله ما يعرف. نسأل الله الثبات. يوتيوب ذا مصيبة والله. والله يعني تسوي حركة شيء تندم بكرة. نبقى أوادم إنسان يعني. أزل أخطي أصيب أواجه ضغوطات مشهور ترى يعني. أنا نفسك. يجعل ذكرنا طيب. قول أمين. اللهم أمين. الرجال ذاك شفته بس ما أدري وين. هذا مبارك الخيرين طال عمرك. نعم. مالك دور. اشتاق. وجهه كان من هالقطر. طبي لا اقرا لكم هل تقرا لكم بس مدة دقيقة فهمت فهمت يعني ده صح اي انت صح لبك بوتكم مكبسين والداعمين جاني ما اخلى منكم أبشر يعني بدر. محمد أنت تطلبني حكم؟ أبيض.
خدمة لك. مندل 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 يا كريم الغربي ومندل على القلب عراقي يقول مندل. طبعا انا احب الحديث مع الشخص اللي احبه، ولا هو اكون صريح يعني مو باي شخص انا اسولف معه باريحيه، نادر. في يوم من الايام كنا في الرياض، كان معي مسعود شعبول، وبيني وبين مسعود شوفه يسمع، بيني وبين مسعود أمور أكبر من تصوير الجوال، وأكبر من السوشيال ميديا، وأكبر من أمور واجد عندي أنا يا بهاج. مرة علي الحراء اللي داخل لك رفيق بعيد عن الإعلام والأمور دي، مرة فنسولف وناخذ نعطي، مرة سولف، كان كل منا يفكر بصوت عالي. قال لي كلمة ليومك ذا يا رجيل عيت تظهر من راسي. يعني لا، ودي استاذن ان كان بيسمح لي اقولها بقولها، ودي يا ولد عبوها الهرجه كانها دقت في ضلعي يا ولد، عيت تروح كل في راسي عيت تروح. فانا بستاذن منه كان لان احس انه جمع كلام في خاطري، وقال لي في كلمه اختصر لي بكلمه، وقالها لي، قال يا ابو محمد انا احس ان الحاجه الفلانيه كذا، قف والله يوم قالها يا ريجي انها في خاطري اكثر من شهرين، ترى السالفه دي انا في خاطري الحين وناسيها بس بذكر. تعال لا لا ما تسمع؟ لا والله سب تفتح شوف الكلمة هذه اقولها لك انا بيني وبينك، ترى انت صح، انا صح، انا ادري اني صح، اشهد في ذمتي انك صح، بس وش يقنع العالم انك صح؟ انا لو انت لو تقول ان مسعود صح صح نعم 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 ندخل في جدال ثاني في طريق ثاني وحنا ما لنا في الامور، ليش الجدل؟ صح نعم، ليش الجدل؟ نعم هو كلامه صح، لكن احنا وش فكنا ندخل في جدال في متاهات، وحنا والله ما لنا في المتاهات، متاهات مو من الكومنت، والله الكومنت ما عندهم ولا اخواننا، اي والله الله يطول عمره، لكن تدخل متاهات ثانيه فيه معذره يا اخي، نعم هم مثل ما لك محبين لك كارهين اكيد، والدنيا صغيره والله اني ما انا فاضي ادخل متاهات وترندات. شوف والله اني اقسم بالله واللي حلها نعمه، وانت تدري بشيء ذا اخر واحد يدور على الشو انا، وان اي مقطع والناس يشوفون اي مقطع اشارك فيه قصر اللي اذكرها اربع مقاطع اللي قلت لي كلمه فيها وطلعت اشاره كذا، تعرف انت؟ اي لا اعرف كذا مقطع اقول اشارك فيه مشاركه عاديه، وجهه نظري يا اخي، يا اخي تبقى وجهه نظر يا انا ما شغل، انا كان قاعد واحد صورني قال يا حبيبي سؤال كذا ولا كذا، قلت كذا قال